بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد عليه أتم الصلاة والتسليم. أما بعد، أحييكم أبناء الطلاب من مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين قسم العلوم العامة العام الدراسي 2020-2021. سوف نقوم اليوم إن شاء الله بحل مجموعة من الأسئلة والتدريبات الإثرائية. الجزء الأول، رقم الصفحة في الكتاب يا شباب، من بداية الكتاب إلى نهايته من 8 إلى 72. أما الآن يا أحباب، دعونا ننتقل للأسئلة الإثرائية والتي هي على شكل أوراق عمل. لنبدأ بورقة عمل رقم 1. لدينا السؤال التالي، أجب عن الأسئلة التالية: كيف تصنف الكائنات الحية تبعاً لنوع غذائها؟ ثم أذكر مثالاً على كل منها. دعونا يا أحباب نتعرف على تصنيف الكائنات الحية، طبعاً تبعاً لنوع غذائها. أول تصنيف هو أكلات الأعشاب، مثال عليها الغزال. ثانياً أكلات اللحوم، مثال عليها أسد. ثالثاً القوارض، والقوارض يا شباب هي التي تأكل الأعشاب واللحوم معا مثل الدب. رابعا آكلات الرمم، مثال عليها النسور. خامسا المحللات، مثال عليها الفطريات. إذن لدينا 5 مجموعات يمكن تصنيف الكائنات الحية حسب نوع غذائها. لننتقل إلى فرع ب، يقول السؤال: وضح الاختلاف بين أسنان القوارض وأكلات اللحوم من حيث وجود الأنياب والقواطع مع ذكر وظيفة كل منها. إذن لدينا القوارض وأكلات اللحوم. لنتعرف عن القوارض. القوارض يا شباب هي التي تأكل اللحوم والأعشاب معا. هل يوجد لديها أنياب؟ نعم يوجد أنياب. هل يوجد لديها قواطع؟ نعم يوجد قواطع. أما أكلات اللحوم فيوجد لها أنياب كذلك. هل يوجد لها قواطع؟ ماذا تتوقعون؟ نعم لا يوجد قواطع لأكلات اللحوم. أما وظيفة الأنياب يا شباب فهي، هل عرفتم؟ تمزيق اللحوم. أما وظيفة القواطع فهي تقطيع الأعشاب. أحسنتم يا شباب. ننتقل الآن إلى ورقة عمل رقم 2. لاحظ مواقع العينين لكل حيوان، ثم حدد إذا كانت في مقدمة الرأس أو على جانبيه، ثم سجله في الجدول. لاحظ هذه الكائنات الحية، لدينا أسد، أرنب، صقر وكذلك خروف. نبدأ، اسم الحيوان أسد، ونوع غذائه أكلات اللحوم. أما عن موقع العينين فهو في مقدمة الرأس لأنه يأكل اللحوم. أرنب، نوع الغذاء أكلات أعشاب، موقع العينين جانبي الرأس. أحسنتم يا شباب. إذن التي تأكل الحيوانات التي تأكل الأعشاب على جانبي الرأس، أما الحيوانات التي تأكل اللحوم فهي في مقدمة الرأس. نسر، نوع الغذاء أكلات رمم، إذن موقع العينين في مقدمة الرأس. إذن بقي عندنا الخروف، متى تتوقعون نوع غذائه؟ أعشاب، إذن أكلات أعشاب. أحسنتم، وموقع العينين جانبي الرأس. جزاكم الله خيرا. لننتقل إلى ورقة عمل رقم 3. يقول السؤال الأول في ورقة عمل رقم 3: ابني شبكة غذائية بين الكائنات الحية من السلاسل الغذائية التالية. استعن بالصورة المجاورة، لدينا سلسلتين غذائيتين: شجرة، ماعز، ذئب، أسد، وكذلك شجرة، فأر، بومة، قط بري. دعونا نشكل شبكة غذائية أو نبني شبكة غذائية من هاتين السلسلتين. لننطلق، سوف ننتقل يا شباب لنجيب. بداية شجرة، سوف نختار شجرة.
من الذي يأكل الشجرة؟ وما هو الكائن الحي الذي يأكل الشجرة؟ هناك كائنان حيان من السلسلتين، ماعز وفأر. من الذي يأكل الماعز؟ ذئب. من الذي يأكل الذئب؟ الأسد. من الذي يأكل أيضا الماعز؟ الأسد. إذا الأسد يأكل الذئب ويأكل الماعز. من الذي يأكل الفأر يا شباب؟ البومة. من الذي يأكل البومة؟ القط البري. من الذي يأكل الفأر أيضا؟ القط البري. إذا القط البري يأكل بومة ويأكل فأر. من الذي يأكل القط البري؟ الأسد. لاحظوا أن هناك بعض الكائنات الحية تتغذى على نوعين أو أكثر من الكائنات الحية الأخرى. أيضا هنا الذئب يأكل الفأر. أحسنتم. دعونا ننتقل إلى الآن إلى ورقة عمل رقم 4. السؤال يقول: ضع إشارة X في مربع الإجابة الصحيحة. أي الكائنات الحية التالية تقوم بتحليل الكائنات الميتة إلى مواد أبسط؟ قرد، صقر، نمر، ديدان. هل عرفتم الإجابة يا أحباب؟ نعم أحسنتم، الديدان وهي من المحللات. ثانيا: ما هو الشكل أو ما هو شكل المنقار الطائر الذي تراه في الصورة المجاورة؟ انظر إلى الصورة المجاورة، ما كيف يكون شكل منقار الطائر كما تراه؟ هل عرفتم الإجابة يا أحباب؟ هل هو كبير؟ كبير وقوي؟ صغير ومدبب؟ أم حاد ومعقوف؟ ما رأيكم؟ أحسنتم، هو صغير ومدبب. لننتقل إلى لننتقل يا شباب إلى السؤال الثاني من ورقة عمل رقم 4. اكتب المفرد المناسب في الفراغ. A تصنف الحيوانات التي تمتلك أنياب كبيرة وقواطع كبيرة، طبعا كبيرة وقوية، وقواطع أمامية كبيرة حسب طريقة غذائها. ماذا تصنفها أو ماذا نصنفها؟ أحسنتم، نصنفها بالقوارض. إذا القوارض هي التي تمتلك أنياب كبيرة وقواطع. ب فراغ طائر شكل منقاره قوي وكبير. هل عرفتموه؟ أحسنتم، إنه الغراب. ممتازين جدا يا شباب. س تستخدم أو تستخدم الحيوانات الأضراس الخلفية من أجل ماذا؟ أحسنتم، من أجل طحن الغذاء. دعونا ننتقل الآن إلى السؤال الثالث. قارن بين العصفور والبطة من حيث المنقار ونوع الغذاء. العصفور كيف يكون شكل منقاره؟ أحسنتم، صغير ومدبب. أما نوع الغذاء فهو يأكل الأعشاب واللحوم. لحوم كيف تكون اللحوم هذه؟ قد تكون على شكل ديدان، أي هو من القوارض. لكن البطة فمنقارها عريض، ونوع الغذاء آكلات أعشاب وتأكل الأسماك، إذا هي تأكل لحوم وأعشاب، إذا هي من القوارض. دعونا ننتقل الآن إلى ورقة عمل رقم 5. اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي: ما هو موقع العينين للحيوانات التي نوع غذاؤها الأعشاب؟ ذكرناها قبل قليل. ما هو؟ إذا الإجابة هل هي وسط الرأس، جانبي الرأس، مقدمة الرأس، أعلى الرأس؟ أحسنتم، جانبي الرأس. إذا ننتقل للسؤال الآخر. أي الحيوانات التالية تقع عيونها في مقدمة الرأس؟ ما رأيكم؟ هل هي الغزال أم الأسد أم الخروف أم الأرنب؟ مقدمة الرأس. إذا قلنا أن مقدمة الرأس هو الحيوان الذي يأكل اللحوم. من يأكل اللحوم في هذه الحيوانات؟ أحسنتم، هو الأسد. ننتقل يا أعزائي الطلاب إلى ورقة عمل رقم 5، السؤال الثاني. صنف الكائنات الحية التالية حسب موقع العينين وطريقة تغذيتها. انظر، لدينا آكلات أعشاب، نستخدم العبارات التالية: آكلات لحوم، مقدمة رأس، جانبي رأس. الصقر أين موقع العينين؟ في مقدمة الرأس. لماذا؟ لأنه يأكل اللحوم. الخروف على جانبي الرأس.
لكن لماذا؟ لأنه يأكل الأعشاب من أكلات الأعشاب. الأسد، أنتم أجيبوا. أحسنتم في مقدمة الرأس وطريقة التغذية أكلات اللحوم، أحسنتم. ننتقل يا أعزائي الطلاب إلى ورقة عمل رقم 6. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي: أي من الكائنات الحية التالية يمثل مصدر الطاقة الأساسي للكائنات الحية في السلسلة الغذائية؟ نقول مصدر الطاقة الأساسي، هل هو الصقر؟ لا. الإنسان؟ لا. التمساح؟ لا. إذا من هو؟ الأعشاب، هو مصدر الطاقة الأساسي للكائنات الحية. أي العناصر، السؤال الآخر يقول: أي العناصر السلسلة التالية لا تصنع غذائها بنفسها؟ هل هي منتجات أم مستهلكات أم نباتات أم طحالب؟ الإجابة، أحسنتم، مستهلكات، لا تصنع غذائها بنفسها. ننتقل إلى ورقة عمل رقم 6. السؤال الثاني، صنف الكائنات الحية التالية حسب الجدول الأدنى معتمدا على الصورة أسفل الصفحة. لننظر إلى الصور، لدينا أعشاب ولدينا أسد ولدينا غزال. منتجات، ما رأيكم؟ أحسنتم، أشجار. فريسة، ماذا تتوقعون؟ أسد؟ لا، إنه الغزال. مفترس، من الحيوان الذي يأكل الفريسة أو يتغذى على الفريسة؟ أحسنتم، الأسد هو الذي يأكل الغزال. السؤال الأول من ورقة عمل رقم 7 يقول: ماذا نصنف الأرنب بالنسبة لموقعه في السلسلة الغذائية التالية؟ جزر، أرنب، أفعى، صقر. الأرنب، ما رأيكم؟ هل هو منتجات أم مستهلك أول أم مستهلك ثاني أم مستهلك ثالث؟ الأرنب يقع في مستوى المستهلك الأول، أحسنتم، إذا الإجابة مستهلك أول. البط، كائن حي يمثل تداخلا لشبكات غذائية بين اليابسة والماء، فهو يأكل الأعشاب و، أحسنتم، الأسماك. لننتقل يا أعزائي الطلاب إلى ورقة عمل رقم 7. السؤال الثاني، أجب على السؤال التالي: ابني سلسلة غذائية من الكائنات الحية التالية. لدينا ضفدع، ولدينا نباتات أو طحالب، ولدينا حلزون، ولدينا أفعى. المنتجات، أحسنتم، طحالب. ثم تنتقل الطاقة إلى المستهلك الأول. من هو المستهلك الأول؟ من الذي يأكل الطحالب؟ أحسنتم، الحلزون. من الذي يأكل الحلزون؟ الضفدع. والمستهلك الثالث سوف يكون الثعبان الذي يأكل الضفدع. لننتقل يا أعزائي الطلاب إلى ورقة عمل رقم 8. السؤال الأول، ضع إشارة X في مربع الإجابة الصحيحة. السؤال الأول يقول: ماذا نسمي المكان الذي يحصل فيه كل نوع من الكائنات الحية على جميع حاجاته الأساسية؟ هل نسميه البيت أم المسكن أم الموطن أم الأرض؟ الإجابة الصحيحة هو الموطن، أحسنتم. الثاني يقول، أو الفرع الثاني يقول: أي الحيوانات التالية من آكلات اللحوم والأعشاب معا؟ القوارض، هل في القوارض أم القرد أم الزرافة أم الأسد الأفريقي؟ الإجابة هو القرد، يعتبر من القوارض، أحسنتم. دعونا ننتقل إلى ورقة عمل رقم 8. السؤال الثاني يقول: اكتب المفردة المناسبة في الفراغ. الفرع الأول يقول: تتصف فراغ بأن لها منقار عريض وأغشية بين أصابعها تساعده على السباحة، ما هي؟ أحسنتم، الطيور المائية. الفراغ الثاني: من الحاجات الأساسية اللازمة لحياة الكائنات الحية، الغذاء، أحسنتم. الفرع الثالث يقول: هو المكان الذي يحصل فيه كل نوع من الكائنات الحية
على جميع حاجاته الأساسية، ماذا نسميه؟ الموطن. جزاكم الله خيرا. لننتقل إلى السؤال الآخر. ورقة عمل رقم 8. السؤال الثالث: صنف الكائنات الحية التالية حسب نوع غذائها في الجدول التالي. لدينا خروف، لدينا أسد، ديدان، قرد. أكلات الأعشاب، أحسنتم، خروف. أما أكلات اللحوم فهو الأسد، القوارض هو القرد، والمحللات هي الديدان. لدينا في ورقة عمل رقم 9 السؤال الأول: ضع إشارة X في مربع الإجابة الصحيحة. كيف تصنف هذا الكائن الحي الذي في الصورة حسب نوع غذائه اعتمادا على شكل أسنانه؟ نلاحظ أن ليس لديه أسنانا علوية. بما أنه ليست لديه أسنان علوية، إذا سوف يكون آكل أعشاب مباشرة، وليس آكل لحوم ولا آكل أسماك ولا آكل أعشاب ولحوم. ثانيا: أي الكائنات الحية التالية يكون معظم غذاؤها من بقايا أو مخلفات الكائنات الميتة حيوانية ونباتية؟ ماذا تتوقعون الإجابة؟ أحسنتم، مخلفات الكائنات الحية، آكلات الرمم الذي يأكل مخلفات بقايا الكائنات الحية تكون أو يكون من آكلات الرمم. واحد من الحيوانات التالية يتميز بامتلاك منقار قوي وكبير، من هو؟ البط، الغراب، النسر، الحمام. سوف تكون الإجابة، أحسنتم، الغراب. ورقة عمل رقم 9 السؤال الثاني: اكتب المفرد المناسب في الفراغ. 1. لها أسنان أمامية صغيرة وأضراس خلفية لطحن الطعام وأنياب أمامية علوية وسفلية، إذا سوف تكون آكلات اللحوم. 2. تستعمل العصافير والحمام فراغ التي تساعدها على الحفر بالتربة للبحث عن غذائها. ماذا تستعمل العصافير والحمام؟ أحسنتم، المخالب، تستعمل المخالب. أما ورقة عمل رقم 9 نقول في السؤال الثالث: قارن بين العصفور والصقر من حيث المنقار ونوع الغذاء. العصفور المنقار صغير ومدبب، أما نوع غذائه فهو من القوارض. الصقر حاد ومعقوف، أما نوع غذائه فهو من آكلات اللحوم. لدينا الآن ورقة عمل رقم 10 السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي. ما هو موقع العينين للحيوانات التي نوع غذائها اللحوم؟ هل هو وسط الرأس، جانبي الرأس، مقدمة الرأس، أعلى الرأس؟ الإجابة، أحسنتم، هي مقدمة الرأس. أما الفرع الثاني: أي الحيوانات التالية تقع عيونها على جانبي الرأس؟ من هو الحيوان؟ هل عرفتم الإجابة؟ أحسنتم، هو الغزال. لدينا الآن السؤال الثاني من ورقة عمل رقم 10: صنف الكائنات الحية الآتية أو التالية حسب موقع العينين وطريقة تغذيتها. الأرنب، ما هو موقع العينين له؟ جانبي الرأس، أما طريقة التغذية فهو آكلات أعشاب، أحسنتم. الصقر، مقدمة الرأس، وطريقة التغذية آكلات اللحوم. أما الأسد فهو مقدمة الرأس، لكن ما هي طريقة التغذية؟ أحسنتم، فهي آكلات لحوم. وها نحن يا أعزائي الطلاب ننهي الجزء الأول من المراجعة العامة. إلى اللقاء في فيديو لدرس قادم بإذن الله. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم.